واصلت وزارة الإسكان تسليم المفاتيح وشهادات تخصيص الوحدات السكنية في مدينة سلمان لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة. تأتي هذه التوزيعات في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40,000 وحدة سكنية، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2,000 وحدة سكنية إضافية على المواطنين. وأكدت وزارة الإسكان تكامل خطة العمل فيها يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، لافتة إلى حرصها الدائم على توفير المتطلبات الإسكانية والتنموية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي التطلعات المستقبلية كافة. وأشارت الوزارة إلى مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة متسارعة ومستمرة ضمن الجدول الزمني. أول ما جينا هنا المنطقة كلش حلوة، يعني عند البحر زين، وجبت العيال والأهل مستانسين صراحة بالمنطقة. ونشكر جلالة الملك ونشكر رئيس الوزراء الشيخ سلمان على المبادرة هذه، واحنا كلش مستانسين، والله مستانسين واجد. الجهال من زمان جو حجزه، كل واحد هاي غرفتي وهي غرفتي. المدينة كلش ممتازة، يعني اوجه شكر للملك ولي العهد على اهتمامه بالشعب. والله البحر المزينة، المدينة كلها اشجار، ورا البيت بعد في اشجار، ما شاء الله حلوة، ما شاء الله وايد حلوة. اجمل مدينة في البحرين هذه. ونشكر صراحة جلالة الملك، ونشكر وزير الإسكان والجهود اللي يعني اللي قاعدة تستمر للمواطن البحريني. شعوري كان وايد زين، مستانس إن شاء الله، يعني مو بس تكون الفرحة حقي، تكون الفرحة حق الناس بعد. وايد كنت مستانس والفرحة مالتي يعني، وقعدت أفكر زين، وأشكر جلالة الملك ووزير الإسكان وكل من عمل المشروع هذا.